والصلاة والسلام على خير البرية. أيها الحضور الكريم، تتشرف جمعية وليدات المغرب للثقافة والأعمال الاجتماعية والرياضية أن ترحب بكم في هذا الحفل الذي نتمنى أن يروقكم. بداية أرحب بشركائنا الكرام، السيد ممثل المجلس الجماعي لتوريرت، سيد مندوب إقليم التعاون الوطني، سيد رئيس جمعية المستقبل للتنمية، والسيدة رئيسة جمعية الأمل الأستاذة رشيدة بوجنيبة، الإخوة والأخوات رؤساء وأعضاء الجمعيات الحاضرة معنا. أيها الحضور الكريم، يأتي هذا الاحتفال باليوم الأممي للمرأة وتكريما لنساء يسكنن بيننا ويعشن معاناة المرض المزمن ويقاسين شدة الأوجاع والمرارة الألم، وليس منا إلا أن نقف تحية تقديرا وإجلال لصبرهن على معاناتهن، فالله الواحد الأحد هو القادر على التخفيف عنهن وشفائهن، وما لنا نحن إلا الدعاء لهن والوقوف إلى جانبهن ولو معنويا.
عليكم. خديجة الساهل رئيسة جمعية بلدية المغرب للثقافة والأعمال الاجتماعية والرياضية سوريرز. هذا النهار كنحتفلوا بواحد العرس كبير 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 بزاف، وهو العيد الأممي للمرأة. وهذا النهار قررت الجمعية ديالنا والأعضاء ديالها مشكورين أنهم يحتفلوا بواحد جوج ديال الحالات إنسانية، ألا وهي الحالة الأولى كانت واحد البنية سميتها بالعزيز حورية اللي كتعاني من مرض السرطان، والأخت بداد إلهام اللي مسكينة فقدت البصر ديالها من خلال المرض ديالها بدأ السكري. ومن هذا المنبر كنطلب ربي سبحانه وتعالى ونطلب من الناس اللي كيشاهدونا أنهم يدعوا معهم بالشفاء العاجل. وشكرا بزاف، وعيد مبارك لنساء العالم كاملين كاملين، وما ننساوش حتى الرجال لان بلا بهم حنا ما كاينينش. شكرا. السلام عليكم، معكم اختكم الفنانه احلام بالعيسى من مدينه جرسيف. جيت اليوم لمدينه توريد باش نشارك مع جمعيه وليدات المغرب هذا الحفل الاحتفائي بالمراه المغربيه خاصه، والمراه ونساء العالم عامه. كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر وكنقول لهم دمتن على رؤوسنا. تحيه لكاع النساء، نساء العالم والمغرب خاصه، وشكرا جزيل الشكر السيدة خديجة الساهل رئيسة جمعية وليدات المغرب على الاستضافة وعلى الدعوة، وكنشكر جريدة أصوات على هذه الفرصة، وشكرا لكم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.